السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم نتكلم واحد الموضوع اللي هو بارك الأهمية، اللي هو شحال ديال البنات مساكنات عازفات عن الزواج، إما تيهضر فيهم الواحد من البعد وما تيجيش للدار، إما تيجي للدار وما تيبقاش يرجع، ولا هي تترفض هاد البنت هذه وتكون في قمة الجمال، قمة الثقافة، قمة يعني فيها الشروط ديال الزواج كما تنقولوا بالمغربية، البنت يعني المحصنة اللي باغي تنشئ بيت وباغي دير ابناء، وهاد البنت هذه معكسه على الزواج. اعلم اختي ان كل ذاك العكس ديال كامل تيدور على واحد الثقاف تيديروه الظالمين في هاد المري هذا. ها هو هاد المري الثمن ديالو 2 درهم ولا 3 درهم، يقدر هاد المري يدمر الحياه ديالك. لهذا تنحضركم الصور ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، والصور ديالكم بدون فائده، والصور ديالكم عند الناس اللي ما تيخافوش الله، تيشدوا الصوره ديالكم تيديروها في هاد المري وتيقراو ليه واحد المسائل تيتسدى داك المري. ما حد داك المري مسدود، عمرك انت ما غادي على ديك العزيمه وداك القسم اللي دير في داك المري، عمر انت ما غادي تفك الا تفك هذاك المري، او تلاقيتي ماشي شيخ متمكن تيخاف الله بحكمه، خوف الله ثم بحكمه ثم بقواعد، تفكي من داك السحر ديال الثقاف. وماشي غير سحر الثقاف انه ديال الزواج، على حانوت، على سياره، على بلاد بغات تباع، على دار بغات تباع، اي حاجه الانسان تيتثقف تيتثقفوا الظالمين بهذا. هذه تسمى سميتو سحر المرآة. هذا سحر المرآة ماشي عند الشيوخ كاملين ظالمين، حيت كاين الشيوخ ظالمين، عند الشيوخ اللي متمكنين في الحكمة الشيطانية، حيث هذا العلم ينقسم إلى ثلاث، ينقسم إلى تقوى الله اللي هي الرقية والعلاج الناس ومساعدة الناس والخير تشوف الخير، وينقسم إلى الدقة اللي هي علم الفلك، وينقسم إلى الفجور هو الشيطاني، تكهان ديال العيالات، الشيطين، الجلول، للمسائل الخبيثة، الروائح الخبيثة الكريهة إلى آخره. ولنا الحديث باقي إن شاء الله في الفيديوهات الأخرين. هذه راه القناة ديالي الثانية، ردوا لي القناة الأخرى تيك توك، وصلت عدد من المشاهدين ما لا يحصى ولا يعد، ولكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. القناة جديدة وغادي نكمل تتمة ديال الثقافة، والتتمة ديال الثقافة ديال الإبرة وديال القفل وعدة مسائل أخرى إن شاء الله. ولا تنساو الدعم والاشتراك، القناة ديالي ديال اليوتيوب راه في الصفحة ديالي في التيك توك.